ولا تعقل ولا تقدير للعواقب. وأضرب لهذا مثالا أو مثالين من الفتن: ما يتعلق بإيجاد العداوة بين الناس والتفريق بينهم، سواء بين القرابة أو بين أهل الخير والصلاح أو بين غيرهم. فعندما يأتي إنسان ويتكلم بالكلام المؤدي إلى تفريق الناس فقد عصى الله، لأن الله يأمر بجعل أهل الإسلام على كلمة سواء وينهى عن تفرقهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن جاءنا يريد أن يفرق كلمتنا فحينئذ لا بد أن نجابهه وأن لا نمكنه من مراده، سواء كان على مستوى أسرة أو قبيلة أو جيران أو أهل مدينة أو أهل البلد. بعض الناس قد يدخل معهم بدون ويتكلم ويبدأ يفرق ويصنف بين الناس بدون تقدير للعواقب وبدون نظر في مآلات فعله، فيكون قد كسب شرا كثيرا وأنتج عواقب سيئة. لذلك يحذر الإنسان من أن يتكلم بالكلمة ينتج عنها المفاسد العظيمة. كم من إنسان تكلم بكلمة فأدت إلى سفك دماء عظيمة، أو أدت إلى إيجاد بغضة وعداوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. ايش معنى قتات؟ نمام، الذي ينقل الحديث على جهة الإفساد. والله فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ثم تقع المفاسد والشرور. المؤمن يجمع الخلق ويوحدهم ويبعد ما بينهم من الضغائن والإحن، ما يجعل للحسد والشحناء مجالا في القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وأن يجعلنا على كلمة سواء، كما أسأله جل وعلا أن يقينا شر مثيري الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اكفنا شر أنفسنا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نثني عليك بنعمك ونشكرك عليها، اللهم فاجعلنا ممن صرفها في طاعتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد.